بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا راح اقول لكم عن شيء راح يكون من المدارس من الترم الاول للترم الاخير، وطبعا اللي هو جدول التنظيم، يعني ذاكر متى وتزيني متى وتنامين متى وتتعشى متى. اول شيء اللي هو لازم قبل ما تنامين جاهزين أغراضك حقت لبس المريول والجزمات والشنطة، وعشان إذا قمتي زي النشارة وبس وتلبسين وخلاص. ثاني ترم إذا رجعتي من المدرسة تذاكرين لحد المغرب. ثالث شيء عشان تتعشين قبل ما تذاكرين. رابع شيء تقدرين تفتحين شوي ثم تقدرين مع أم زبوت. رابع شيء تنامين الساعة 10 بالوقت المحدد. وراح طبعا إذا أنتم مثلا ما فهمتوا تذاكرون تبين أمكم وأبوكم يجيبون لكم مدارس أو مدرسة، لا ما يصلح. أنتم حاولوا تذاكرون من نفسكم وبعدين راح تعرفون أنتم لحالكم بدون ما أحد يقول لكم. وطبعا اللي يبي يعرف يناظرنا باليوتيوب. طبعا راح انا ادرس اخواني الصغار.